حاجة مش واضحة، كل الأسئلة كانت فارقة. الامتحان كان حلو وجميل، أحلى من الكيمياء وأي مادة تانية، لكن كويس. حاجة طويل جدا، 27 سؤال، ساعتين ونص في كل سؤال، عايز فهم وتركيز وقراية وكده، فساعتين ونص مش بنلحق. الامتحان كان كل شوية يقفل، كان لازم إن احنا ندخله، فده في حد ذاته كان عطلة. كان في شوية أسئلة عايزة تفكير وكده، بس كان كويس يعني، كان في أصعب منه بس هو ده كويس. ده يتعمل من اولى ابتدائي، ما يجيش في اولى ثانوي يعملوا كده، وساعه العربي السيستم وقع اصلا. هو حلو مش حلو، حلو مش حلو في نفس الوقت، عشان كان في الكيمياء والفيزياء والرياضه والحاجات دي ما كانش بيكتب، والتاتش كان معلق والكتابه كانت عليه صعبه جدا. لا التابلت كان شغال كويس، بس الواي فاي كان بيقطع في النص. ما ينفعش اول سنه يجي يديني تابلت يقول لي يلا حلي عليه، اكيد انا ولا مدربه على الاسئله ولا مدربه على طريقه الحل ولا مدربه ان انا اكتب عليه ولا مدربه على اي حاجه. حاجه زي كده كانت لازم تتطبق من اول ابتدائي. لا مش حلوه خالص، عشان خاطر بنطلع من الامتحان كتير، والقلم الالكتروني بيكتب بطيء جدا، اللي هو لما بكتب كلمه بيكون لسه ما كتبهاش اصلا. لا